سلام. Kak seorang dia. Budak tak buat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. Syukur banyak, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini masih lagi kita dapat hadir ke kelas untuk meneruskan lagi pengajian talaki kita yang akan sambung pada muka surat 88. Okay, muka surat 88. V terbalik 8. V bentuk terbalik 8. Surah An-Nisa ayat 60. Baik, jadi sebelum kita sambung pembacaan kita, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. Okay, cuba dulu. Satu, dua, boleh. Alam tara ila alladhina yazhumuna annahum aman bima unzila ilaih. Terus sambung. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا Ambil balik. Yuriduna an yatahakamu. Yuriduna an yatahakamu ila al-taghut. Yuriduna an yatahakamu
kita sambung. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ kita sambung. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ كَمِ بَلَى وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْ هم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم Afas. Tak cukup. Okey. Kalau baca seseorang cukup je. Ha, baca bila apa? Ramai-ramai ni diperlahan sikit. Terus sambung eh. Tumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna. Tumma ja'uka يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا jumpa surat 88 surat 88 ayat sekarang 63 ulaika ulaika alladhina ya'lamullahu ما في قلوبهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم terus sambung فأعرض عنهم وعظهم cuba dulu فأعرض عنهم وعظهم sekali lagi satu dua mula فأعرض عنهم وعظهم okay terus sambung وقل لهم في أنفسهم قولا
بليغا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Sekali lagi. Satu, dua, mula. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنفسهم جاءوا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا إذ ظلموا تذل تو ada lagi tak؟ ada lagi tak bunyi zal dekat zat dekat zal dengan za tu? Tak ada. Siapa cakap ada? Sebab dia sabdu. Jadi apa yang faham dengan sabdu? Maksudnya huruf sebelumnya telah dipindah sepenuhnya ke dalam huruf yang bersabdu. Bila kita nampak huruf yang bersabdu, maksudnya sebelumnya huruf sebelum huruf yang bersabdu tu dah ditransfer dah ke dalam huruf yang bersabdu tu, menjadikan huruf sebelumnya tak ada bunyi dah. Itu yang kita kena faham lah. Jadi kat situ umpamanya ada dua zat. Za. Bukan zat. Za. Ada dua za. Okay, jadi terus masukkan za sahaja, tak perlu sebut lagi zal. Okay, zal pun dah tak ada baris. Maksudnya dah tak ada apa-apa. Okay, terus sambung. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك حتى يحكموك حتى يحكموك يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم terus sambung ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا panjang sangat sekali ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا
يجدوا في أنفسهم، بيقول لي في أنفسهم، في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Muka surat seterusnya 89. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ambil balik ani qatulu anfusakum, ani qatulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum, ani qatulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum balik awi khuruju min diyarikum, awi khuruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum, awi khuruju min diyarikum ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. ambil balik ma yu'azu bihi lakana khairan lahum, lakana khairan lahum wa ashadd tathbita, لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله، ومن يطع الله والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله. فأولئك مع الذين أنعم الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يعني ولي من النبيين. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة. Terus sambung. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله. ولئن أصابكم فضل من الله. لا يقولن كأن لم تكن بينكم. لا يقولن كأن لم تكن بينكم. Terus sambung. وبينه مودة يا
ليتني كنت معهم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا الذين يشرون الحياة الدنيا الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فيقتل أو يغلب فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ترى سامبون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان مش تقوله ايه الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ربنا
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، فلما كتب عليهم القتال، sekali lagi. Satu, dua, mula. Falamma kutiba alaihimul qitalu idha fariqum minhum. Ambil balik. Idha fariqum minhum. Idha fariqum منهم يخشون الناس كخشية الله، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يخشون الناس كخشية الله، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، بلي كخشية الله أو أشد خشية.
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال terus sambung. لولا أخرتنا إلى أجل قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة قل متاع الدنيا قليل والآخرة 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 خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت kaf yang pertama tu dah dipindahkan ke dalam kaf yang bersabdu yang kedua tu lah. Okay. Terus ya. Ha, tak ada masalah lah sebab dia huruf yang sama. Yudrikumu. Yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walau kuntum في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون فما لهؤلاء القوم لا يكادون لا يكادون لا يكادون يفقهون حديثا
لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا اوكي كتر يا له boleh sponsor bas eh boleh. Thank you.
Okay, sambung. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَن تَوَلَّى فَمَا
أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيقول فإذا برزوا من عندك فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ولو رد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Nafas panjang sikit. Satu, dua, mula. Wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته 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 اتبعتم الشيطان إلا قليلا ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا نفسك okay. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفع من يشفع شفاعة حسنة يكن له سامعني dulu okey tarik nafas okey tengok betul. من يشفع شفاعة حسنة يكن له من يشفع شفاعة حسنة يكن له يكن له يكن له نصيب منها يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له. Okay.
يكن له كفل منها يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Sekali lagi. Jaga panjang pendek. Sekali lagi. Satu, dua, mula. Okey, sampai situ dulu. Sadaqallahul azim. Ya, ada banyak ya tuan siapa? Ya. Takut dia punya dakwat tu keras. Dakwat dia keras. Baik. Ha, ni ada.
Ada apa soalan? Ada apa soalan? Nak tanya? Ini kita habis awal sikit lah. Ya tu. Kalau tak petang lagi, lagi teruk. Tu saya kat Ustaz Izzat lah. Cakap, macam tak boleh pergi kelas ni. Dah tak pula, rehat luar. Dah rehat luar, okey sikit. Okay, tu. Kau tak dia nak suruh masuk kelas dia tadi. Dia kat pasar tadi. Cakap, tak apa lah. Okey juga. Ada apa nak tanya? Tak ada? Macam awal lah. Okay, insyaAllah minggu hadapan kita akan bermula pada muka surat 92. Minggu depan 21. Jom. Minggu depan 21, lepas tu 28. 28, oh 28 dah nak raya dah. Mungkin minggu... Minggu minggu raya haji tu mungkin dah tak ada kelas kot. Sebab kelas kita jatuh 28. So kalau 28 tu 29 dah raya. So mungkin tak ada kelas lah. So minggu harapan last untuk bulan ni. InsyaAllah. Dan kita akan sambung.